فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي أحد أقاربي قبل مدة يسيرة، وبعد وفاته توفي أحد أقاربي قبل مدة يسيرة وبعد وفاته أراد شخص أن يرسل لنا مبلغا من المال لغرض شراء ذبيحة وتوزيعها على الفقراء، فهل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا نفعل بهذا المال الذي أتانا لأجل هذا الغرض؟ تصدقوا به، تصدقوا بالدراهم، الصدقة مطلوبة عن الميت، دراهم أو طعام أو كسوة، أو ما هو لازم الذبيحة. الذبيحة يدور حولها شك وشبهة إنها مذبوحة للاعتقاد أو ما أشبه ذلك. وزعوا دراهم، وزعوها دراهم، ولا ردوها عليه وقولوا أنت وزعها دراهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.